السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل آخر جزئية معانا في Circulatory Disturbance. اتكلمنا على الأربع حاجات الأولانيين، بقى لنا الإديمة والهيمرج. نبدأ يعني إيه إديمة والديفينيشنز بتاعتها، الإيديولوجي كلاسيفيكيشن والباثولوجيكال فيتشرز. Any accumulation of excessive fluid, whatever nature of the fluid, ده في الانترستيشيال تيشو او الانترستيشيال سبيس او بره السيلز بنسميها اديما. بس كده لا، وافرض برضو حصل له accumulation للفلويد دي جوه السيرس ساك، ففي الحاله دي بسميها برضو اديما او ليها مسمى تاني. يبقى الباثولوجيكال accumulation of excessive fluid in interstitial tissue spaces and serous sac whatever in nature of this fluid بنسميها إديمة. يعني ايه whatever nature of this fluid؟ احنا اتفقنا ان الفلويد ده ممكن يبقى transited وممكن يبقى exited. الاكزيتد لو انتوا فاكرينه احنا اللي قعدنا نشرح في بداية المحاضرات بتاعتنا في الانفلاميشن، يبقى الاكزيتد سببه الانفلاميشن الاساسي والكاركتريز باي هاي بروتين كونتنت والسبيسيفيك كرافتي بتاعته. طالما البروتين كونتنت عالي هيبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعتي عاليه، ولو انا حطيت التران الاكزيديتو في انبوبه اختبار هبص الاقي كلوتنج مع الوقت بسبب الفايبرونوجين، وكمان في انفلاماتوري سيلز. الترانزيديت على العكس تماما، اي سبب غير الانفلاميشن بيؤدي الى تكوين ترانزيديت. اي رشح تاني بيبقى بره في الاكسترا سيلر سبيس وما بيكونش معاه اسوشيتد بالانفلاميشن بنسميها ترانزيت. ده كاركترايز باي لو بروتين كونتنت، وبالتالي specific gravity قليلة does not clot on the on standing no inflammatory cells. ايه اسباب الاديمة او تكوني ازاي؟ pathogenesis بتاعت الاديمة بيعتمد على حاجتين مهمين اساسيين، اللي هو rate of filtration و rate of absorption across the capillary wall. واللي بيتحكم في القصة دي two pressure. تعال نشوف الدياجرام بتاعنا. زي ما احنا اتفقنا عند الـ arterial end في hydrostatic pressure هو المسؤول على filtration، على الرشح، على معدل الرشح الفلويد الزيادة عن الدم. كمية الرشح اللي هنا بيحصل لها reabsorption تاني عند الـ venous end. مين اللي بيخليها يحصل لها reabsorption تاني؟ الـ osmotic pressure اللي هو مسؤول أو معتمد أساسي على البروتين content. يبقى كل حاجة أو كل ملي برشحه من الـ arterial end بيحصل له reabsorption تاني عند الفينوس اند. اللي بتحكم في الرشح او في الفلتريشن عند الارتيريال اند مينلي الهيدروستاتيك بريشر، واللي بتحكم في الري ابسوربشن عند الفينوس اند هو الاوزموتيك بريشر. وبالتالي اي سبب يزود الهيدروستاتيك بريشر يبقى معدل الرشح هيزيد، واي سبب هيقلل الاوزموتيك بريشر يبقى معدل الري ابسوربشن هيقل، وبالتالي يتكون الفلويد عندي في الانترستيشيال سبيس. بس كده لا، في الليمفاتيك. لو في الليمفاتيك عندي بتساعدني برضو، لو في بواقي فلويد بيحصل لها ري ابزوربشن عن طريق الليمفاتيكس. لو في اوبستراكشن في الليمفاتيك مش هتقوم بوظيفتها. هل بس كده؟ لا، في حاجه ثالثه وحاجه رابعه، ان الكابيلاري بتاعتي ليها كابيلاري بيرميابيلتي وحكينا عنها في الانفلاميشن. لو البورز بتاعتها اللي ما بين الكابيلاري اندوثيليال سيلز زادت ومعدل زودت كابيلاري بيرميابيلتي زي حالات الانفلاميشن هتلاقي معدل الرشح زاد. هل كده بس؟ لا، التشو اللي احنا حواليا ده بيتحكم فيه برضو بريشر. لو التشو رياكشن او الهيدروستاتيك بريشر بتاع التشو ده اتغير او في حاجات زودتها لي او قللتها لي، هيبقى معدل الرشح هيبقى مختلف عن النورمال في باثولوجيكال اكيوميشن للفلويد. في حاجه اخيره اللي هي سولت ووتر ريتينشن. انا لما بعمل باكل كمية ملح كتير بيحصل سولت ووتر ريتينشن، تبص تلاقي في كمية الرشح عشان الاوزموتيك بريشر بيبقى فيه رشح للفلويد في الاكسترنال سبيس كتير. يبقى بالتالي اسباب او الباثوجينيسيس اللي بتتحكم عندي في الفلتريشن وري ابزوربشن حاجات اللي بتزود لي الهيدروستاتيك بريشر، الحاجات التانية اللي بتقلل الاوزموتيك بريشر، الحاجات اللي هي بتزود الكابيلاري بيرميابيلتي، الحاجات اللي بتعمل لمفاتيك اوبستراكشن، حاجات اللي بتعمل التشو تشينج في البريشر اوف ذا تشو اللي هو اراوند او في الانترستيشيال تشو سبيسز، وحاجات الاخيره اللي هي رقم 6 اللي هي بتبقى السولت اند ووتر ريتينشن.
اللي هما اللي احنا لخصناهم في الست نقاط اللي احنا قلناهم دول، هي اي حاجه بتقلل الاوزموتيك بريشر، اي حاجه بتزود الهيدروستاتيك بريشر، واي حاجه بتزود تعمل الليمفاتيك اوبستراكشن او بتغير في البريشر بتاع الانترستيشيال تيشو، سواء غيرت في الاوزموتيك بريشر زي ما في اوزموتيك وهيدروستاتيك بريشر جوه الفاسكولار، في اوزموتيك وهيدروستاتيك بريشر بره في التيشو. تمام. وزياده الكابيلاري بيرميابيليتي والسولت اند ووتر ريتنشن. ايه الاسباب اللي بتزود لي هيدروستاتيك بريشر؟ اللي هي زي الفينوس كونجيشن، عيانين عندهم هارت فيلير. ايه الاسباب اللي بتقلل لي الاوزموتيك بريشر؟ الناس اللي عندهم هايبوبروتينيميا. ايه الحاجات اللي بتزود الكابيلاري بيرميابيليتي؟ الانفلاميشن، احنا قلنا هايبوكسيا، الكيميكالز، التوكسينز، او حاجات بتعمل الليمفاتيك اوبستراكشن. هنعمل كلاسيفيكيشن للاديمه اكوردنج للسايت بتاعها واكوردنج للكلينيكال بتاعها او الكونسيستنسي بتاعها. اكوردنج للسايت في لوكالايزد اديمه في حته معينه، وفي جنرالايزد اديمه بنسميها في الحاله دي جنرالايزد اديمه بسميها انا سرقه. اكوردنج للكونسيستنسي سميناها بيتنج او نون بيتنج. البيتنج بسميها سوفت اديمه، النون بيتنج بسميها هارد اديمه. اللوكالايزد إديما ايه اسبابها؟ اهم سبب للوكالايزد إديما اللي هي الانفلاماتوري كونديشن او الالرجيك. سيادتك لما بتتقرص بناموسه او اي حشره تبص تلاقي عينيك ورمت، المكان اللي انت اتقرصت فيه حصل فيه سويلنج وإديما، هي دي الإديما. هو ده اللي معناها في اسكيب للانترستيشن للفلويد بره الفاسكولار وراح في الانترستيشن تيشو سبيس، سواء اللي اتكون ده او الفلويد اللي اتكون ده سواء اكزيدت او ترانزيت. طالما انفلاميشن يبقى اكزيدت. او حاجه ثانيه اوبستراكشن، بمعنى سيادتك لما بتلبس شراب ضيق في رجلك تبص تلاقي رجليك ورمت، حصل فيها اديمه. ليه؟ انت عملت فينس اوبستراكشن وزودت الهيدروستاتيك بريشر وعملت رشح زياده وبالتالي عملت اديمه. الجنراليزد اديمه او جنراليزد انا سرقه ليها اربع كوزز لازم نحفظهم زي اسمنا، تفضل لحد البكالوريوس ان شاء الله في الامتياز لما تبقى جي بي، لما تبقى سبيشاليست هم هتحفظهم. هم ايه اسبابهم؟ كاردياك، رينال، هيباتيك، ونيوتريشنال اديم. عيانين الكاردياك اللي هم بيبقوا كونجستيف هارت فيلير بيبقى عندهم اديمه بتبقى في الليكس. رينال اديمه في منها نوعين، فيها نفريتك اديمه ونفروتك اديمه، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في بلوكات سنه ثانيه. هيباتك إديمة غالبا عيان اللي عنده هيباتك إديمة يديني بأسايتس. يعني إيه أسايتس؟ يعني إديمة فلويد في السيروس كافيتي في البروتونيال كافيتي. أو نيوتريشنال إديمة بتبقى بسبب الهايبوبروتينيميا أو المالنيوتريشن أو كرونيك ليفر ديزيز. نيجي بقى للكلاسيفيكيشن اللي احنا قلنا بيتنج ونون بيتنج. كل الأسباب اللي احنا قلناها بتسبب معظمها بيتنج إديمة. يعني إيه بيتنج إديمة؟ اخدتها انت في الفيرتيكال بيتنج إديمة، يعني انا ادوس بصباعي في المنطقة اللي فيها الإديمة ابص الاقيه صباعي غرز، عمل المنظر ده. غرز ليه؟ لان الإديمة دي سوفت إديمة. ليه؟ لو بروتين كونتنت، انا زحزحت الفلويد بغرز صباعي دي. ايه اسبابها؟ كل الاسباب بتاعت الجنراليزد إديمة اللي احنا قلناها تسبب البيتنج إديمة. امال النون بيتنج إديمة في حالة واحدة بس، النون بيتنج قلنا زي ما احنا شايفين الصور سببها ليمفاتيك اوبستراكشن، سواء الليمفاتيك اوبستراكشن ده سببه تيومر، سببه بارازيتك، زي العيانين اللي احنا شايفين صورهم دول اللي هم عيان الفلارييزس، مرض داء الفيل او الفلارييزس ده بسميه نون بيتنج ديما او هارد ديما. كلمه هارد ديما يعني على طول ايكوال ليمفاتيك اوبستراكشن. يعني ايه هارد ديما؟ يعني معناها انا مهما دست مش هيتحرك صباعي، مش هيغرز، لان الاديمه بروتين كونتنت بتاعي عالي. ايه الباثولوجيكال فيتشرز اوف اديما؟ يعني ايه؟ يعني الاورجن او التشو اللي فيه الاديما بيبقى شكله ايه؟ كل اي اورجن عندك ممكن يحصل لها اديما ما عدا البون. طبعا بالنجد اي كل مكان التشو اديماتس، كل مكان سويلنج وفي بالور وفي هيفنس. تمام؟ السيروس كافيتي اكوردنج لشكل الفلويد اللي متجمعه فيها، لو هي بلورال بسميها بلورال افيوجن، لو هي بريكارديال بريكارديال افيوجن، لو هي في البروتينال كافيتي بسميها اسايتس. مايكروسكوبك اللي تحت الميكروسكوب انا الاديما فلويد ده بيبقى شكله ايه؟ بالعكس بيبقى شكله واحد وموحد، هوموجينس بيل اكزينوفيليك سبستنس ما فيهاش سيلز خالص. شايفين المنظر اللي عندنا؟ المنظر
ده عيان عنده اسايتس، ده نتيجة اكيميليشن اديما فلويد ان بريتونيال كافيتي، دي عيانة بتاعت الرينال اديما. وليه انا قلت عليها رينال اديما؟ رينال اديما دايما تبدأ في الفيس حوالين الاوربت، شايفين ده بسميه بافنس اوف ذا اي، وده كاركترايزد ان العيان ده عنده رينال ديزيز. ندخل على النقطة التانية اللي هي في المحاضرة في الجزئية الأخيرة، اللي هو الهيموروج. يعني إيه هيموروج وأسبابه وأنواعه والإفكت وإيه اللي يوقف الهيموروج؟ يعني إيه هيموروج؟ إسكيب أوف بلود أوت سايد ذا بلود فيزلز أور كارديك تشامبر، يعني البلد طلع من السيركوليشن، طلع من السيركوليشن راح فين؟ هو ده هنعمل له كلاسيفيكيشن بقى. الهيموروج أسبابه يا إما سبونتينيوس بدون يعني فجأة كده العيان وهو قاعد تبص تلاقي حصل له هيمروج، او تروماتيك اتخبط حصل حادثه حصل اي اكسيدنت تبص ده بنسميه تروماتيك. احنا اللي هنحكي فيه السبونتينيوس هيمروج. السبونتينيوس هيمروج يا اما بسبب لوكال كوز يا اما جنراليزد كوز. يعني ايه لوكال كوز وجنراليزد كوز؟ يعني الجنراليزد كوز يعني كوز افكت السيستم كلها بتاعت جسمك وسبب هيموروج من اي حته. اللوكال كوز يبقى لوكال كوز في المنطقه اللي فيها الهيموروج. الجنراليزد كوز حاجه من اتنين، يا اما العيان ده عنده بليدنج ديس اوردر يا اما عنده هايبر تنشن انكريز الانترفاسكولار تنشن. دايما يقول لك عيانين الضغط تبص تلاقيه بينزف من مناخيره، بينزف من اي حته، سهل جدا انه ينزف، الضغط عنده عالي فبالتالي بيفتح الكابيلاري ويخليه ينزف. ايه البليدنج ديس اوردر؟ حاجه يا اما ديفيشنسي في كواجيليشن فاكتور زي حالات الهيموفيليا او فيتامين سي وكي ديفيشنسي، او في مشكله في البليتريتس عنده، او الفاسكولار وول في فراجايل فاسكولار وول سواء هيرديتري او انفلاماتوري. اللوكال كوز بتاعي بتاع الهيموروج ده اكوردنج للسايت نفسه ممكن يبقى في ديزيز في الفيزل وول نفسه، في انفلاماتوري رياكشن، او في ديستركشن باي مالجنسي باي تي بي، او ايفن حتى بيبتك ألسر. تبص تلاقي العيان عنده بيبتك ألسر والبيبتك ألسر خرمت لي فيزلت وخلت العيان ينزف ويطلع هيمروج من البيبتك ألسر. وبالتالي قسمنا تايبس اوف هيمروج انتو اكسترنال هيمروج، انترنال هيمروج، وانترستيشال هيمروج. اكسترنال هيمروج يعني الدم طلع بره جسمك اوتسايد ذا بادي، وبالتالي التسع مسميات دول معلش نحفظهم زي اسمنا في منتهى الاهميه كلينيكال وباثولوجيكال، وهيقعدوا معاك لحد ما تتخرج. يعني ايه ابيستاكسيس؟ يعني بليدنج برنوز، هيموبتسيس يعني كافينج بلاد، هيماتيميسيس فوميتنج بلاد. المفروض ان احنا نعرف نفرق ما بين الهيموبتسيس والهيماتيميسيس، وان شاء الله ناخدها في بلوكات سنه ثانيه. ميلينا يعني بريزنس اوف دارك تاري بلاد ان ذا ستول، يعني لما العيان ينزل بالريكتم بلاد لونه بلاك يبقى دي بسميها ملينا. طب افرض نزل فريش بلاد لونه احمر، لا ده بسميها بليدنج بالريكتم. دي ليها اسبابها ودي ليها اسبابها. لما ينزل بلاد في اليورين بسميه هيماتيوريا، انما الديستريبيوشن او الابنورماليتي في البليدنج في الفيميل من الفاجينا في تو كونديشن، في حاجه اسمها مينوراجيا وحاجه اسمها متروراجيا. او بليدنج العيان يحصل له بليدنج فروم ذا سكن، يتجرح ويحصل بليدنج فروم ذا سكن. يبقى ده انواع الاكسترنال هيمروج. ايه الانترنال هيمروج؟ ده فيه هيمروج يعني البلاد سكيبنج اوت سايد ذا سيركيليشن بات ستيل انسايد ذا بادي، يبقى هيدخل في اي كافيتي عندي جوه البادي، يدخل في البلورا او في الثوراكس كافيتي بلورال ساك بسميها هيموثوركس، يدخل في البريكارديوم بسميها هيموبريكارديوم، يدخل في البروتونيوم بسميها هيموبروتونيوم، او يدخل في اي حته فيها بوتنشال سبيس يعني سبيسز ممكن يتجمع فيها بلاد او ايفن حتى فلود زي التونيكا فاجينالس بسميها هيماتوسيلز، او حوالين اي جوينت كافيتي وبسميها في الحاله دي هيمو ارثروزس. ده المنظر بتاع الهيموثوركس، ده عيان عنده بليدنج انسايد بلورال كافيتي، ده انسايد ثوراكس كافيتي كله، كل ده كل اللي انت شايفه ده كلوتد بلاد، او عنده سيريبرال هيموراج، ده نوع من الانتر سيريبرال هيموراج او انتر سيريبرال بليدنج، ده نوع من انواع الانترنال هيموراج. اما ايه الانترستيشال هيموراج؟ من اسمه ده هيموراج او بلاد بس دخل في الانترستيشال سبيسز، تمام؟ بلاد دخل في الانترستيشال سبيسز، بلاد دخل في الانترستيشال سبيسز وبقسمه، بعمل له كلاسيفيكيشن مهم جدا اكوردنج للسايز بتاع البلاد.
لو سيادتك عند السكن كده بصيت لقيت نفسك متنقط نقط دم خفيفة كده عاملة زي قرصات الناموس، الحالة دي بسميها بتيكيال هيمروج. يبقى according للسايز بتاعة الهيمروج دي اللي تحت السكن أو في الانترستيشال سبيسز أو في الانترستيشال تيشو بسميها بتيكيال هيمروج. لا كبرت شوية وبقت بالسنتي بسميها ايكيوموزس، كبرت خالص واخدة مساحة كبيرة بسميها هيماتوما. طبعا كلنا لما بنتخبط في اي حته تبص تلاقي نقول عملت هيماتوما، الهيماتوما دي لونها بيبقى يا احمر يا اما مترقه شويه، تبتدي مع الوقت تتحول لجرين ومع الوقت تبتدي تفتح، فتتفتح يحصل لها فيدنج لحد ما تبقى يلو ان كلر، ده نتيجه تكسر او هيموليسيس للار بي سيز والهيموجلوبين تحول لهيموسيدرين، والهيموسيدرين يحصل له ري ابسوربشن وتحول لي شويه بشويه جرادولي فيدنج لحد ما ترجع نور. شايفين المنظر اللي هنا؟ كل ما كانت صغيرة بهذا المنظر عاملة زي الناموس كده يبقى ده بتيكيال هيمورج. لا كبرت وكواليز مع بعض كده عملت لي بالسنتيمتر بسميها ايكوموزس. هنا ده بتيكيال هيمورج، تمام؟ دول بتيكيال الصغننين، دول بتيكيال هيمورج. انما الكبيرة اللي هي بالمنظر ده اللي واخدة مساحة كبيرة ده العين ده عنده ايكوموزس، تمام؟ سوري عنده هيماتوما. ده كده هنا وصلنا لمرحلة الهيماتوما، واخدة مساحة رجل كلها، يبقى في الحالة دي اسمها هيماتوما. هنا المنظر ده عيان عنده هيماتوما، بوريك المنظر الكالوريشن بتاعي في بداية الهيماتوما شكلها بيبقى ايه، وشوية شوية جرادول يحصل لها فيدنج لحد ما ترجع نورمال. الافكت اوف هيمرج، العيان لو نزف كمية صغننة انت جرحته جرح خفيف كده في صباعك نو افكت. افرض جرحته بقى كميه غزيره جدا لا قدر الله في حادثه وحصل اكسسيف هيمرج، يبقى العين ده يدخل في هيموراجيك شوك. المشكلتين بقى في الحالات الوسط، او انا بتجرح كل شويه سمول اماونت، بنزف كل شويه من مناخيري او من النوز، بعمل اكسباكسس نتيجه لاي سبب من الاسباب، فالريبيت سمول دوز من الهيمرج ده دخل العيان في حاجه بسميها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، تمام؟ طب افرض انا نزفنا كميه وسط، لا هي صغيره ولا هي كبيره قوي، العيان بيحصل له ايه؟ بيزيد كومبنساتوري ميكانيزم على طول الهارت ريت، يحصل فازو كونستريكشن، تبص العيان يبتدي يسحب الدم اللي موجود في التشو فلويد، يبتدي يتسحب البلد، وابص الاقي العيان البون مارو بتاعه ابتدى يحصل هايبر بلاستيك، يبتدي يشتغل زياده عشان يعوض الدم اللي حصل له نص. والكلام ده بيحصل لما بنسحب او بنتبرع بجزء من الدم في حملات التبرع بالدم، تمام؟ ايه اللي يخلي الدم يقف عندي؟ طبعا دي كومبنساتوري ميكانيزم هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي. انا يهمني اللي هي الهيموستيز. يعني ايه هيموستيز؟ يعني ميكانيزم اوف ارست اوف هيمرج. وانس انا حصل لي هيمرج ابص الاقي البلاد فوليوم بتاعي يقل، يبقى على طول البلاد بريشر يقل. انا عايزه اوقف فارذر لوس اوف بلاد، ابص الاقي في فازو كونستريكشن على طول في الفيزلز، وابتدى يحصل كلوتنج للبلاد، والبليتلت تشتغل تعمل الكلوتنج وتبتدي يحصل لها جراديوال اورجانيزيشن. يعني ايه؟ تبتدي يحصل لها شويه بشويه الكلوت دي تتحول لفايبرس تيشو وتسد مكان البليدنج، وبالتالي اوقف الهيمرج. كده كل سنة وانتم طيبين. كده خلصنا circulatory system.